بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده هنشرح محاضره البيروكسي اوف انون اوريجين. يعني ايه بيروكسي اوف انون اوريجين؟ يعني بيشنت عنده فيفر بس احنا مش قادرين نوصل لسبب. اول حاجه هي الديفينيشن. ايه هو تعريف البيروكسيا؟ البيروكسيا ان درجه حراره الجسم تكون اعلى من 37.3. تمام. طب امتى يكون عندي حاله اقول عليها انها بيروكسيا اوف انون اوريجين؟ لازم يكون في ثلاث حاجات مع بعض. اول حاجة ان مدة الفيفر تكون اقل حاجة 3 اسابيع، وكمان تكون درجة حرارة الجسم على مدار اليوم اعلى من 38 درجة. طب ليه على مدار اليوم؟ لان الطبيعي ان الصبح درجة حرارة الجسم بتكون قليلة وبعدين تبدأ تزيد وتوصل لاعلى حاجة بالليل. فانا عشان اقول ان ده عيان عنده بي او لازم تكون الحرارة 38 اعلى من 38 طول اليوم. تمام. تالت حاجة ان يكون ما وصلناش لتشخيص مناسب بعد 3 زيارات للدكتور او 3 ايام في الهوسبيتال انفستيجيشن. تمام. بعد كده الدراسات اللي اتعملت على الناس اللي هم عندهم بي او وجدت ان اكتر الاسباب المسببة للفيفر ان هي بتكون امراض احنا مش عارفين نشخصها او امراض معروفة بس الاعراض بتاعتها اتغيرت، فما بقيناش عارفين نقول ان ده السبب بتاع الفيفر. تمام. كمان اكتر نسبة مسببة للفيفر في انون اوريجين هي الانفكشن بنسبة 33%، ويجي بعدها المالجنانسز بنسبة 20%، والكونكتيف تيشو ديزيزز بنسبة 20% برضه. طب ايه هي الكونكتيف تيشو ديزيز؟ دي بتبقى اضطرابات في الكونكتيف تيشو زي الجوينت والكارتريدج والبون والبلود. بيبقى سببها يا اما جيناتيك يا اما انفلاميشن عن طريق ان الاميون سيلز بتاعتنا بتهاجم الكونكتيف تيشو سيلز، يعني بتبقى اوتو اميون. فبالتالي بيحصل اضطرابات في مناطق كتيره في الجسم زي اللي احنا قلناها. والكونكتيف تيشو ديزيز دي لها اسم تاني اللي هو الكولاجين فاسكولار ديزيز. دي سمع كده عشان احنا البروتين اكتر بروتين بيكون الكونكتيف تيشو هو الكولاجين، وكمان فاسكولار عشان البلاد ده سبيشلايزد كونكتيف تيشو. تمام. دلوقتي لو انا دلوقتي عند طفل عنده فيفر بس مش عارفين سببها، اكتر حاجه هشك فيها هي الانفكشن، وهقلل نسبه الشك ان انا اشك في ان في اورام او كده لو اطفال. طيب لو انا دلوقتي عندي حاله الفيفر مدتها طويله، يعني كل ما مده الفيفر تكون اطول كل ما هشك اكيد في امراض مزمنه زي الجرانيولوميتس ديزيز. مش اكيد مش هشك في انفكشن. الانفكشن بتبقى اكيوت، بتيجي الجسم يرفع درجه حرارته وبعد كده بتروح. انما لو الفيفر يعني كل ما مدتها تطول اكيد هفكر في امراض مزمنه زي الجرانيولوميتس ديزيز. طب ايه هي الجرانيولوميتس ديزيز؟ دي امراض بتبقى امراض نقص مناعه وراثيه، بيبقى في مشاكل عند البيشنتس دول، بيبقى مشاكل في النيوتروفيل. فبالتالي لما تدخل اي انفكشن الجسم مش هيقدر ان هو يقضي عليها، بس هيعمل ايه؟ هتن الاميون سيلز جايه محوطه الانفكشن في المكان اللي هو فيه، وخلاص مش هتعرف انها تتغلب عليه زي اللي في الصوره كده، الانفكتيف اورجانيزم في النص واللون الفايلوت ده هو لون الاميون سيلز محاطاه، بس الجسم مش قادر ان هو يتخلص منه. دي هي الجرانيولوميتس ديزيز. يعني كل ما مده الفيفر تكون اطول كل ما هفكر في الامراض المزمنه زي الجرانيولوميتس ديزيز، مش هفكر في الانفكشن خالص. تمام. دلوقتي هنقسم الفيفر يعني على حسب تقسيمه دراك اند ستريت. ليه هنقسمها التقسيمة دي؟ عشان نحدد الدياجنوزيس، يعني عشان ايه لو لقينا حالة بمواصفات معينة نروح لدياجنوزيس معينة. طيب مقسمينها لأربع حاجات. أول حاجة هي الكلاسيكال بي او اللي هي التقليدية، عيان قعد 3 أسابيع مش عارفين نوصل لأي تشخيص، وبيبقى سببها الانفكشن أو كولاجين فاسكولار ديزوردر اللي هي الكونكتيف تيشو ديزوردر أو نيوبلازيا. تمام. تاني حاجة اللي هي النوزوكوميا البي او اللي هي في المستشفى، بيبقى العيان داخل المستشفى سليم مفهوش فيفر ولا حتى عنده مرض هيسبب فيفر بعدين، يعني ما هوش في انكيبيشن بيريود لأي مرض وسليم، بس خد الانفكشن جوه ايه المستشفى. فأنا لما يكون عندي مريض خد جات له فيفر جوه المستشفى هفكر في اسباب
قصدي هفكر في اسباب معينه زي ايه، زي اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن طبعا، لان البكتيريا اللي موجوده في المستشفى بتبقى عنيفه شويه، وبيبقى مكانها يعني اللي بتاثر فيه هو اللور ريسبيرتوري تراكت، كمان اليورينري تراكت لو في انفكشن في الكاثيتر مثلا، لو او الكاثيتر ممكن مثلا لو فيها انفكشن تختلط بالدم فتعملي سبسس ان البكتيريا تنتشر في الدم، او لو مثلا بعد العمليات الجرح ما تقفلش كويس فالانفكشن دخلت بقى في الابدومن وعملت لي مشاكل كتير. يعني المريض اللي بتجيله فيفر من المستشفى هفكر ان السبب بتاعها هو اللور ريسبيرتوري تراكت او يورينري تراكت او بوست اوبرتيف كومبليكيشن. تمام. تالت حاجة لو الفيفر جت عند عيان عنده مشكلة في عدد النيوتروفيل بتاعته، عدد النيوتروفيل بتاعته قليلة وعنده مشاكل في الاميون سيستم بتاعه، فلو الفيفر جت العيان زي ده هفكر في الانفكشن على طول يعني اكيد، لان الاميون سيستم بتاعه مش شغال كويس والنيوتروفيل اقل من 500 لكل ملي، فبالتالي كده هتبقى الانفكشن هي اللي سببت الفيفر. اخر حاجة هي البي او مع مرضى الايدز، يعني لو مريض ايدز وجات له فيفر وانا مش عارف سببها هفكر في الاربع حاجات دولت، التيبيكال والاتيبيكال مايكوبكتيريا بتاعت التيبركلوزس والسيتومجالي فيروس والتوكسوبلازم. يعني التقسيمة دي كانت عشان نحدد يعني لو حد بمواصفات معينة نعرف نقول ان التشخيص بتاعه كذا. تمام. دلوقتي بس هنعوز نعرف ازاي الفيفر بتحصل. اللي بيسبب الفيفر حاجات اسمها بيروجين، بيروجين دي اللي هي مولدات الحرارة، وبيبقى منها نوعين اكزوجينوس بيروجين واندوجينوس بيروجين. الاكزوجينوس بيروجين اللي هو بيبقى بكتيريا اي حاجة يعني بتعمل انفكشن، وتاني حاجة الاندوجينوس اللي هي بتفرزها الليوكوسايت. فانا مثلا انا عندي بكتيريا دخلت الجسم الليوكوسايت هتهاجمها، فبالتالي الليوكوسايت هتفرز الاندوجينوس بيروجين اللي هم الانترليوكين 1 و6 والانترفيرون جاما والتيومر نيكروتيك فاكتور. السيتوكاينز دي هتعمل ايه؟ هتاكتيفيت البروستاجلاندين اي 2، البروستاجلاندين اي 2 هيروح الهايبوثالاموس ويرفع درجة الحرارة. طب ليه الجسم هيرفع درجة الحرارة؟ عشان الاميون سيلز بتشتغل بشكل احسن لما تكون درجة حرارة الجسم عالية وتعرف انها تقضي على الميكروبات. طيب دلوقتي في الكتاب مقسمين الكوزز بتاعت البي او، يعني تقسيمة بسيطة، اول حاجة infectious causes ودي اللي هي البكتيريا والفنجس وكده، وفي امثلة عليها بس احنا خدناها في محاضرات تانية. تاني حاجة هي ال common causes دي هنشرحها دلوقتي في المحاضرة، وبعدين miscellaneous causes أمراض يعني بتسبب fever بس مش شائعة، يعني زي ال sarcoidosis اللي هي مرض granulomatous disease برضو، بس بيبقى على شكل العضو اللي بيحصله sarcoidosis بيبقى فيه small granuloma منتشرة فيه، يعني لو اللنج حصلها sarcoidosis هيبقى فيه سمول جرانيولوما منتشرة في اللنج، وطبعا بيأثر على الوظيفة وحاجات تاني. وزي البلمونري امبولاي ممكن تسبب فيفر، وزي الويبل ديزيز، الويبل ديزيز ده بتبقى رير انفكشن يعني، ولو حصلت بتسبب لي ايه اضطرابات في الجاي تي، بتقلل الابزوربشن وبتعمل لي مشاكل في الجوين. تمام. وبعدين رير ديزيز، هناخد رير ديزيز هنقول هنت بسيطة عنها. اول حاجه في الكومن كوزز اللي بتسبب لي بايركزيا اوف انون اوريجين هي التيوبركلوزس. طيب احنا عارفين اعراض التيوبركلوزس، يعني نقدر ان احنا نشخصها. طب امتى التيوبركلوزس هتيجي المريض بس مش هيكون ظاهر عليه حاجه غير ان هو عنده فيفر بس؟ عشان كده ده اللي هيخلينا نقعد فتره طويله عبال ما نعرف نشخص امتى بقى هيبقى تي بي من غير اعراض. لو كان اكسترا بالمونري زي الليفر والسبلين والليمف نود والبون والبريكارديوم، يعني التيبركلوز لما تبقى اكسترا بالمونري بيبقى غالبا ما بيبقاش فيه obvious manifestation، بتبقى الفيفر هي الاونلي manifestation. وكمان لو كانت على شكل ميليري ديزيز، الميليري ديزيز ده اللي هو بيبقى عدد كبير من الباسيلاي بيدخل في الدم وبينتشر لمناطق كتير في الجسم، حتى لما الميليري ديزيز ده ما بيبقاش فيه اي manifestation واضحة غير بعد كذا اسبوع لما الفيفر تظهر،
بتبقى اللنج في اول الاسابيع بتبقى سليمه، مفيش اي حاجه عليها تدل ان ده ميلياري ديزيز، يبقى فيه فيفر بس. كمان في كريبتك فورم اللي هو يعني بتبقى اشكال خفيه ما بنعرفش ان احنا نوصل لها في الناس الكبار، يعني بيبقى في تي بي بيبقى في الكبار بيبقى موجود وعامل له مرض وفي فيفر، بس لما احنا نيجي نشوف اللنج نلاقيها سليمه بالاشعه وبالتحاليل سليمه، وكمان لما نعمل التيوبركلين تيست بنلاقيه نيجاتيف. طب هو ممكن يكون نيجاتيف لان في الكبار بتبقى الاميون سيستم بيبقى ضعيف، فمش هيقدر ان هو يعمل اميون سيلز ضد مين، ضد التي بي، عشان كده هيبقى نيجاتيف. دي هي الثلاث اشكال للتي بي اللي بيكون فيها مفيش اعراض غير الفيفر. طب لما تجيلنا الانواع دي هنعرف ان نشخصها ازاي؟ اهم حاجة طبعا هو ان انا اخد هيستوري بشكل صحيح من العيان، وتاني حاجة لو انا لقيت بروجريسيف انيميا، يعني لما لقيت الانيميا كل شوية بتزيد، ده معناه ان في حاجة ضربت البون مارو المصنع بتاعت البلاد سيلز. يعني انا لو لقيت بروجريسيف انيميا هشك انها تي بي جت للبون مارو وللليفر، لان غالبا يعني الاكسترا بالمونري تي بي بيبقى اكتر عضوين بيتاثروا بيها هم الليفر والبون مارو، وبيبقى نتيجه كده ان بيبقى فيه بروجريسيف انيميا. تمام. طب انا لو شكيت ان في تي بي في البون مارو والليفر هعمل ايه؟ هعمل هيستولوجيكال اكزامينيشن للتوشي دي عشان اتاكد. تمام. نيجي بقى لتاني سبب للبيروزي اوف انون اوريجين اللي هو الانفكتيف اندوكارديتس، ده برضو سبب شائع انه يعمل لي فيفر من غير اعراض تانية. طيب ايه هو الانفكتيف اندوكارديتس ده؟ بيبقى انفلاميشن في الاندوكارديوم بتاع الهارت وخصوصا الفالف، بسبب ان في بكتيريا دخلت في الدم ووصلت للقلب زي الصورة اللي فوق كده. تمام. طب المرض ده بيعمل لي ايه؟ يعني لما يحصل انفلاميشن مثلا في الفالف هيحصل لي حاجه اسمها فيجيتيشن، اللي هو اللون الاصفر ده اللي موجود على الفالف هنا، ده بتبقى ماسس من البليتلت ومن الفايبرين ومن الانفلاماتوري سيل ومن الانفكتيف اورجانيزم، فبتعمل لي ماسس كده بتعيق حركه الفالف، عشان كده بيبقى في الانفكتيف اندوكارديتس لو جه في الفالف بيبقى فيه صوت مسموع كده للقلب، صوت ابنورمال بنعرف نحدده بالسماعه. تمام. طب هنشخص ازاي الانفكتيف اندوكارديتس ده؟ اهم حاجه في تشخيص الانفكتيف اندوكارديتس هي البلاد كلشر. لو انا لقيت البلاد كلشر بوزيتيف يبقى انا كده تقريبا تشخيصي صح اللي هو الانفكتيف اندوكارديتس، بس يعني في اوقات ما بيبقاش بتبقى فيه انفكتيف اندوكارديتس بس البلاد كلشر نيجاتيف. ايه بقى الاوقات دي؟ لما يكون انا قبل ما تجيلي فيفر كنت واخده انتيبيوتيك، فبالتالي الانتيبيوتيك دي هتعمل لي سبريشن للبكتيريا في البلاد. كمان لو في فاستيدوس اورجانيزم، يعني لو في اورجانيزم عنيفه زي الانيروب والفنجاي دي بتاخد وقت طويل عبال ما هي تتكاثر وتظهر في الكلشر، وخصوصا الطرق التقليديه بتاعه الكلشر مش هتعرف انها تكشف عليها في البلاد كلشر، فهيبقى تبان انها نيجاتيف بس هي موجوده، بس ايه البلاد كلشر مش عارفه انها ايه تكشف عليه. كمان لو الانفكشن لو الانفكتيف اندوكارديتس دي كانت باورجانيزم اسمه كوكسيل، كوكسيلا دي جرام نيجاتيف اوبليجاتوري انتراسيلولر، فبالتالي يعني هو بيبقى موجود جوه الخلايا، انا لما اعمل بلاد كلشر اكيد مش هيكون موجود في البلاد، يعني انا عندي في الثلاث حالات دولت انفكتيف اندوكارديتس بس انا مش عارفه اكشف عليهم والاقي يعني الاورجانيزم دي في الدم. طيب انا دلوقتي لو ما عرفتش اشخص بالبلاد كلشر ايه حاجه تانية ممكن تكون دياجنوستيك؟ هي الصوت المرمر بتاع القلب اللي هو ممكن اقدر ان انا اسمعه بالسماعه، وده بيكون لما الانفكتيف اندوكارديتس يكون في الفالف، لان الصوت بتاع القلب ده اللي هو الصوت اللب دب ده بيجي من الصوت بتاع ان الفالفز بتقفل، فلو حصل الانفكتيف اندوكارديتس في الفالف الفالف هيبقى في مش هيبقى متظبط، فبالتالي الصوت هيبقى abnormal، هيبقى ايه audible murmur. تمام. فده ممكن انا اشخص بيه انفكتيف اندوكارديتس. بس في حالات بيبقى فيه انفكتيف اندوكارديتس فعلا بس مش بسمع صوت مرمر خالص،
ليه؟ لما يكون الانفكتيف انتوكارديتس ده موجود في الرايت سايد بتاعه الهارت او في جدران الهارت ذات نفسها، ففي الحاله دي انا مش بسمع صوت مرمر خالص. وكمان انا مش بعتبر ان صوت المرمر ده دايجنوستيك قوي للانفكتيف اندوكارديتس، لان انا لو انا سمعت سيستوليك مرمر اللي هو يعني في صوت اللب دب الدب دي، لو صوتها مختلف يعني لو في صوت مش متظبط في السيستول في الاطفال او في الكبار، انا يعني مش بهتم بالموضوع ده قوي وبعتبره فيسيولوجي فيسيولوجيك او بعتبره ايه اثيروسكليريتيك، لا يعني تصلب الشرايين الاورطه، حصل له فيه تصلب في شرايين الاورطه فبالتالي تدفق الدم جوه القلب مش هيبقى متظبط فبالتالي يبقى فيه صوت مرمر، فعشان كده احنا مش بنعتبره دايجنوستيك قوي اللي هو الصوت المرمر ده. طيب امال هنشخص بايه؟ هنشخص بالايكوكارديوجرافي اللي هو الترا ساوند على الهارت، فانا بالتالي بقدر اشوف الشامبرز كلها زي اللي في الصوره اللي تحت هنا، في الليفت اتريا والليفت فينتريكل هنا كل حاجه واضحه، فبالتالي لو في فيجيتيشن اقدر اشوفها واشخص انفكتيف اندوكارديتس. وكمان لو كانت سبب الفيفر دي هي الاتريال ميكزوم، الاتريال ميكزوما دي اللي هو ايه ورم في عضله في الاتريا، فبالتالي انا هقدر اشوفه بالايكوكارديوجرافي. تمام، نيجي لتالت سبب شائع اللي بيعمل البايركس في انون اوريجين، هي اللوكالايزد ابسس. يعني ايه ابسس؟ ابسس ان في انفكشن دخلت في تيشو معين فهجمتها الوايت بلاد سيلز وبعدين حصل نيكروزس في التيشو، بقى فيه هول فيها الانفلاماتوري سيل والاورجانيزم والبص، نتيجة ان النيوتروفيل ايه ماتت. تمام، دي هي اللوكالايزد ابسس. طيب ايه هي اكتر الاماكن الشائعة يعني يكون فيها ابسس وتعمل لي بايركسي اوف انون اوريجين؟ هي الابدوم، جوه الابدوم لما الابسس يبقى موجود ميبقاش فيه اعراض كتير غير الفيفر تقريبا. وكمان تاني سبب بعدها الدنتال والبرين ابسس، كان يبقى فيه ابسس في اليورين تراكت وفي البون تعمل لي لوكالاي تعمل لي فيفر. تمام، طيب يعني انا دلوقتي الابسس لما بتكون في الابدومن، يعني حصل لي انفكشن في الابدومن ولقيت ان انا مثلا شخصت ولقيت ان الابسس دي لقيتها في الليفر او في البيليري تراكت، كده هعرف ان الانفكشن لسه في الايرلي ستيجز بتاعتها، لسه ما اتطورتش وعملت لي مرض اكبر. تمام، طيب لو الانفكشن دي بقى اتطورت وقعدت فتره طويله، ساعتها هلاقي بين وتندرنس. تندرنس اللي هو ساعه ما المس مثلا جزء من جسمي هحس بالم، بس لما المسش مفيش حاجه. في الرايت هايبوكوندريوم يعني في المنطقه اللي هي تحت القفص الصدري على طول، يعني لو لقيت ان في الم في المنطقه دي هعرف ان الابسس والانفكشن اتطورت. تمام، وكمان لو انا عملت شفت لقيت هاي ليفل من الالكالين فوسفاتيز في البلاد، هعرف ان دي في الليت ستيجز بتاعه الانفكشن. طب ايه هو الالكالين فوسفاتيز؟ ده انزيم الكبد بيفرزه طبيعي، بس لما بيحصل انفلاميشن في الليفر الانزيم ده بيتسرب للدم بكميات كبيره قوي، فانا لو لقيته في الدم هعرف ان في انفلاميشن في الليفر وفي ابسس بس في مرحله ايه متاخره شويه. تمام، طب ايه هي اسباب الابسس اللي ممكن تكون في الابدومن؟ اول حاجه لو انا مثلا اخدت انفكشن وانا مسافر مثلا زي الاميبا، لو انا مثلا اخدتها من كذا سنه ممكن المرض يظهر، يعني بيظهر بعد فتره طويله. كمان لو في ريسنت سيرجري، لو انا مثلا الجرح ما تقفلش كويس في انفكشن دخلت عملت لي ابسس وبوظت الدنيا. تالت حاجه لو في انفلاميشن في البنكرياس، ده ممكن يعمل لي ابسس برضو. يعني دي الاسباب اللي الشائعه اكتر، ان يكون في ايه ابسس في الابدومن تعمل لي فيفر من غير ما يكون في اعراض واضحه. تمام، طيب ولو انا عندي مريض عنده فيفر وكان عنده باست ابدومينال سيرجري، يعني كان عامل عمليه من زمان، انا ممكن الوضع ده ياخدني ان انا افكر ان في ابسس في الصف رينك وفي البلفك وفي الباراكوليك، يعني دي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها ابسس من عمليه جراحيه قديمه وممكن تعملي فيفر في انون اوريجين. تمام، وكمان ممكن يكون السبب في الفيفر دي هي الرينال كاربانكل اللي هي بتكون ابسس في الكورتكس بتاعت الكيدني، او بيرينفريك ابسس اللي هي ابسس موجودة حوالين الكيدني في البيرينفريك سبيس وفات. تمام،
وهي وهي لما بتحصل يعني غالبا ما بيبقاش فيه اعراض، وانا مش بعرف اشخصها يعني، وبتعملي فيفر وبس. بس ساعات بيكون معاها بص في اليورين وبكتيريا في اليورين، فانا ساعتها هعرف اقول ان سبب الفيفر دي هي ان في ابسس في الكدني، وهو اصلا موجود ان الـ يعني الـ الـ الكدني دي لو في ابسس فيها ما بيبقاش فيها اعراض، يعني غالبا ما بيبقاش في اي اعراض غير ان في فيفر وخلاص. كمان ممكن يكون في ابسس في البون، بس لو في اي ابسس في البون هيبقى في كذا حاجة ممكن تدلني على ان الابسس موجودة في البون، يعني مش بتعمل لي فيفر في انون اوريجين دايما يعني. تمام. نيجي بقى لرابع سبب اللي هو النيوبلازيا، اللي هو الابنورمال جروث اوف تيشوز. عندي مثلا اكتر حاجة بتسبب لي فيفر في انون اوريجين من النيوبلازيا هي الليمفوما. الليمفوما اللي هو الكانسر، كانسر لنوع معين من الليمفوسايت. والليمفوما دي بتبقى نوعين، هوجكن ونون هوجكن ديزيز. الهوجكن ديزيز ده هو النوع اللي هو المنتشر اكتر من الليمفوما، ونسبة الشفاء منه اعلى من النوع التاني اللي هو نون هوجكن ديزيز. تمام. يعني الليمفوما هي الاسم، دي يعتبر الاسم التاني بتاعها هوجكن ديزيز. تمام. لما الليمفوما دي بتيجي بتبقى غالبا بتبقى فيفر بس، وخصوصا لو كانت ليمفوما في الريتروبيريتونيال ليمف نود، اللي هي الليمف نود اللي ورا الانتستين. لما بتبقى فيه ليمفوما في الليمف نود دي، ما بيبقاش فيه اي ساين او سيمتوم غير الفيفر، وده بيحصل في 5% من البيشنت اللي هم هوجكن ديزيز. يعني 5% من الناس اللي عندهم هوجكن ديزيز بيجي في الريتروبريتونيال ليمف نود. طب انا هشخصها ازاي؟ هشخصها بالبلاد ليمفوسايت ماركر، ودي بتبقى انتي بودي ضد السيرفيس انتيجين بتاعه الليمفوسايت في البلاد، فبالتالي انا اقدر اعرف لو في نوع غريب من الليمفوسايت او واشوف العدد بتاعها واعرف اوصل اذا كان في ليمفوما او لا. وكمان البون مارو اكزامينيشن، المصنع بتاع البلاد سيلز، او سي تي للابدومن، يعني اشوف بقى لو في انلارجمنت لاي ليمف نود وكده، واشوف اذا كان في ليمفوما او لا. تمام. تاني سبب هو اللوكيميا اللي هو الكانسر بتاع البلاد. اللوكيميا بيبقى غالبا بتعمل لي فيفر، بس كمان لما يكون اللوكيميا دي جديدة بيبقى غالبا الفيفر المصاحبة ليها بتبقى سبب سكندري انفكشن، طبعا ان المناعة بتكون ضعيفة جدا فالجسم معرض لأي انفكشن. تالت حاجة هي الهايبر نيفروما اللي هي الرينال سيل كارسينوما. الرينال سيل كارسينوما دي معروف عنها انها ما بيبقاش ليها اي اعراض في الايرلي ستيجز بتاعتها، حتى الفيفر ما بتبقاش موجوده غير في 10% من البيشنتس اللي عندهم هايبر نيفروم، ما بيبقاش في اي اعراض يعني بتدل عليها في الايرلي ستيج. تمام. وبعد كده بيقول ان التيومر دي، الانواع اللي احنا قلناها كلها بتنتج لي اندوجينوس بايروجين هي اللي بتسبب لي الفيفر. وكمان لو احنا مثلا دلوقتي شاكين ان الفيفر سببها ديسيمينيتد كارسينوما اللي هي الكانسر المنتشر في اجزاء كتير من الجسم، غالبا هيبقى الليفر فيه كانسر. يعني لو الكانسر منتشر في اجزاء كتير هيبقى الليفر فيه كانسر، فاحنا ممكن ناخد بايبسي من الليفر ونشوف اذا كان التشخيص بتاعنا صح ولا لا، اللي هو يعني اذا كنا لو احنا شاكين في ديسيمينيتد كارسينوما هناخد بايبسي من الليفر ونشوف اذا كان تشخيصنا ده صح ولا لا، يعني لو كان دي هي سبب الفيفر اوف انون اوريجين. تمام. دلوقتي الخامس حاجه من الامراض اللي هي الشائعه اللي هي بتسبب لي البايركسي اوف انون اوريجين هي الانفلاماتوري ديزيز. الانفلاماتوري ديزيز دي بتحصل بسبب ان الاميون سيلز بتروح تهاجم التيشو سيلز السليمه بتاعتنا. تمام. وهي العلامات بتاعتها اللي انا اقدر اشخص من خلالها هي انها بتكون مصاحب معاها برولونجد لو جريد فيفر. طب ليه هي لو جريد فيفر؟ طبعا ده مرض كرونيك والجسم مش هيفضل رافع درجة الحرارة لدرجة عالية، وهو مرض كرونيك على طول عشان الجسم يقدر يقوم بالوظائف بتاعته هيقلل درجة الحرارة بس برضه هتفضل عالية، عشان كده هتبقى برولونجد لو جريد فيفر، وبيبقى معاها أعراض كمان زي السكين ليجن والجوينت انفولفمنت، عشان دايما يعني أكتر التشوز اللي هي بتتدمر هي السكين والجوينت. تمام.
امثال الامراض دي هي الجوفينايل روماتويد ارثرايتس، وده بيبقى الاميون سيلز بتروح تهاجم الجوينت، وخصوصا الجوينت الصغيره اللي الاطفال اللي هم عمرهم من 16 سنه لاقل. تمام، دي الجوفينايل روماتويد ارثرايتس زي الصوره اللي فوق كده، المفاصل الصغيره بتاعه الاطفال. تمام، تاني مرض معانا هو الادلت ستيل ديزيز، وده هو النسخه الشديده من الجوفينايل روماتويد ارثرايتس، يعني بيبقى اشد منه وبيجي للناس الكبيره. تمام، تالت مرض هو التيمبرال ارترايتس، وده بيبقى انفلاميشن في اللارج بلاد فيسل، وبيبقى غالبا في التيمبرال ارترس، عشان كده سموها تيمبرال ارترايتس. تمام، ومعانا كمان الفاميليال ميديترانين فيفر، ده بيبقى اوتوميون ديزيز، بيبقى انهيريتد وبيجي على شكل اتاكس من الفيفر، وبيبقى معاها ابدومينال انفلاميشن وجوينت وسكين انفلاميشن. تمام، وفي كمان السيستميك لوبس اريثيماتوزس، دي بتبقى برضو اوتو اميون ديزيز، وبيتاثر على الجوينت والسكين وتيجوس كتيره جدا، وبيبقى فيه الراشز على الخدود وعلى النوز، وبتبقى على شكل باتر فلاي كده زي الصوره اللي تحت. تمام، ومعانا كمان الدراج طبعا اغلب الدراجز بتسبب فيفر، فاحنا بقى عشان نشوف تأثير الدراجز دي على الفيفر بنوقفها في الفترة اللي احنا بنعمل فيها ايه انفستيجيشن، عشان نشوف اذا كانت الدراجز دي هي السبب ولا السبب من حاجة تانية. تمام، بس وغالبا الدراجز دي لما تكون هي السبب في الفيفر بيبقى فيه معاها كوتينوس مانيفستيشن، يعني لو لقيت حد مثلا ياخد دواء معين وفي عنده فيفر وفي كيتونس مانيفستيشن هشك انها ممكن تكون بسبب الدرج اللي هو بياخده ده. تمام، بس في ادويه ما بيبقاش معاها غير الفيفر بس، ما بتبقاش معاها كيتونس مانيفستيشن. ايه هي الادويه دي؟ زي الساليسيليت والفينيتاين والميثايل دوبا والايزونايزايد والايودين. حفظ. نوع تاني بقى من الامراض اللي هي الرير ديزيز، بتسبب لي برضو فيفر، زي ايه؟ زي الفيكروموسايتوما اللي هي بتبقى الليفل بتاعت النور ابنفرين والابنفرين بتبقى عالية جدا في الدم. تاني حاجة الاميلويد سيندروم، دي بتبقى ابنورمال اميلويد بروتين، لما بيبقى موجود في الأورجن اللي بيبقى موجود فيه بيبوظ الفانكشن بتاعته طبعا. تالت حاجة الفاستيشيس فيفر، دي بتبقى مش طبيعية، بيبقى طبعا حد مثلا مسخن الترمومتر، او الشخص اللي سنان الحراره ده واخد ايه بايروجينيك سبستانس اللي هي المولدات اللي هي بتعلي درجه الحراره. مرض تاني نادر اللي هو كوازيكي ديزيز، او اسمه التاني ميوكوكيوتينوس ليمف نود سيندروم. المرض ده بيسبب لي برولونجد فيفر وانلارجد ليمف نود وريدنس للماوس والسويلنج للهاند والفيت، ويعني ساعات بيبقى فيه راشز زي الصوره الموجوده كده. دي كمان برضو رير ديزيز بتسبب الفيفر، الهايبوثالاميك ليجن، عشان طبعا هي المركز اللي بينظم الحراره، ثايرويدايتس، هيريديتري ارتيكاريا، فيسيولوجيكال انديوسد فيفر، الفاميليال ميديترانين فيفر والتيفنس. تمام، نيجي بقى الجزء المهم هو الباترن اوف فيفر. طبعا اكتر سبب، قصدي الباترن الفيفر دي بتساعدنا ان احنا نشخص، لان طبعا بيبقى في امراض كتيره بتبقى معروف الباترن بتاع الفيفر بتاعها. يعني مثلا عندنا اول نوع من الباترن دي هو السستيند فيفر، دي فيفر بتبقى ثابته عند درجه حراره معينه، يعني بتبقى درجه حراره عاليه وثابته طول اليوم ما بتتغيرش او بيبقى فيه تغير بسيط. ايه الامراض اللي بيبقى معاها سستيند فيفر؟ بتبقى زي التيفويد. تاني نوع معانا هو ايه الانترميتنت فيفر، دي بيبقى في اليوم الواحد بتبقى درجة الحرارة بتزيد وبعدين ترجع تقل للنورمال في كل يوم، اليوم التاني تزيد درجة الحرارة وبعد كده ترجع تقل للنورمال. ايه الانترميتنت؟ زي ايه؟ زي الملاريا والميلياري تي بي. تمام، تالت حاجة معانا هي الريميتنت فيفر، دي درجة حرارة كل يوم برضو بتزيد وبعدين ترجع تقل، بس دايما هي فوق النورمال ليفل، يعني عمرها ما توصل للنورمال ليفل ابدا، بتزيد وتقل بس فوق النورمال ليفل كل يوم برضو.
امثله على ريميتنت فيفر دي هي الانفكتيف اندوكاردايتس. تمام. نوع تاني هو الريلابسنج فيفر، دي بتبقى يعني شبه الانترميتنت، انها بتزيد وتقل للنورمال وكده، تزيد وتقل تاني، بس بيبقى في فتره كده بتبقى درجه الحراره فيها نورمال، يعني فتره بتبقى بتزيد وتقل تزيد وتقل، وبعد كده فتره نورمال زي هنا كده بتبقى نورمال، بعد كده ترجع تاني تزيد وتقل. الريلابسنج فيفر دي زي مين؟ زي الليمفوما مثلا، الليمفوما بيبقى معاها ريلابسنج فيفر. تمام. خامس نوع معانا من الباترن هي الهكتيك فيفر، دي بتبقى فيفر بيبقى معاها رعشة برد، بيبقى معاها عرق بسبب ان بيبقى فيه اي اختلاف كبير بين درجات الحرارة. تمام. وطبعا الموضوع ده هيتوضح جامد في التروبيكال، الدرس بتاع الفيفر. تاني بقى بعد كده هنوصل للدياجنوزس، ايه اللي احنا نعمله عشان نقدر نوصل لدياجنوز الصح للفيفر. اول حاجة ان انا لازم اخد الهيستوري صح، اخد هيستوري مفصل لكل حاجة، اشوف خصائص الفيفر بدأت ازاي، الباترن بتاعها، اشوف الاعراض المصاحبة، لو في عرق، لو في اللي هو الريجورز، لو في مثلا رعشة وكده، اشوف الباست ميديكال هيستوري، لو في سيرجريز، لو في دراج، لو في ترافلنج، يبقى لازم اخد هيستوري كويس. تاني حاجه الكلينيكال اكزامينيشن، بشوف تقريبا المريض كله، بشوف السباين، الجوينت، الهير، الهير، بشوف لو في هيباتوس بيرينوميجالي، ده هيوجهني لمجموعه امراض معينه، لو في لمفا ادينوباثي، لو في تضخم في العقد الليمفاويه مثلا، بشوف الليمف نود دي بتسحب الدم منين، فده هيوجهني مثلا المكان اللي فيه الانفكشن، هارت مارمر لو زي مثلا انفكتيف اندوكارديتس، الاسترنال تندرنس لو في مثلا، لو عاوز اشوف اذا كان في كارتلج انفلاميشن ولا لا. وكمان لازم نعمل انفستيجيشن، هنعمل يعني الروتين انفستيجيشن اللي احنا بنعملها في حالة الفيفر اوف انون اوريجين. اول حاجة التوتال والديفرنشيال بلاد كاونت، التوتال اللي هو بيجيب لي النمبر بتاع الوايت بلاد سيلز كله على بعضه، والديفرنشيال بيجيب لي كل نوع من الوايت بلاد سيل نسبته كام. تاني حاجة الاريثروسايت سيتيمنتيشن ريت، ده بيقيس سرعة ترسب كرات الدم، وده طبعا بنقيسه لو احنا عاوزين نشوف اذا كان فيه انفلاميشن ولا لا، لان لو فيه انفلاميشن كرات الدم هتتجمع مع بعض، كتلتها هتزيد فهتترسب بسرعة اكبر، فكده هنعرف اذا كان فيه انفلاميشن ولا لا. تالت حاجة معانا هي السي رياكتيف بروتين، ده بروتين الكبد بيفرزه عادي، وبس لما نلاقيه في الدم بكميات كبيرة ده معناه ان في التهاب في الكبد، وده لما احنا بنلاقيه السي رياكتيف بروتين ده بنلاقيه في البلد، ده بيوجهنا الى بيوجهنا ان في الامراض المسببة للالتهاب زي الاوتو ايميون ديزيز، زي روماتويد ارثرايتس، او الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الانفلاميشن بتاع الجي اي تي. يعني لو لقيت السي رياكتيف بروتين هشك في اوتو اميون ديزيز، او هشك في انفلاماتوري باول ديزيز. تمام. بعد كده لازم طبعا اشوف الليفر انزايم، ولو انا لقيتها مش طبيعيه هكشف عن الهيباتيتس ماركر، يعني انا هشوف في الدم السيرفيس انتيجين بتاعه الهيباتيتس فيروس. لو انا لقيت السيرفيس انتيجين بتاعت الهيباتيتس فيروس دي في الدم، ده معناه ان فيه هيباتيتس، وهي المخليه الليفر انزيم ابنورمال. تمام. وبعد كده بشوف طبعا الرينال فانكشن تيست وبلاد كلتشر ويورين اناليسيس. كمان تبع الانفستيجيشن بعمل اشعه اكس راي مثلا لو انا شاكه في تي بي في اللنج، الترا ساوند للابدومن لو اشوف في ابسس، اشوف شكل الاعضاء. تمام. وكمان بعمل سبيسيفيك تيست لو انا مثلا شاكه في حاجه معينه، عندي مثلا اول تيست زي الانتي نيوكليير انتي بودي تيست، ده بيبقى اوتو انتي بودي بيرتبط بمواد معينه في النواه بتاعه الخلايا وبيكسرها. لو انا كشفت عن الاوتو انتي بودي ده في الدم ولقيته موجود، يبقى ده هيخليني اقول ان السبب هو اوتو اميون ديزيز. تمام. ده هو الانتي نيوكليير انتي بودي. تاني حاجة معانا هي الروماتويد فاكتور، الروماتويد فاكتور ده بيبقى عبارة عن انتي بودي ضد الاي جي جي اللي موجود طبيعي عندنا في الجسم، يعني هو اوتو انتي بودي متخصص ضد مين؟ ضد الاي جي جي، بيكسره.
طب هو الاي جي جي ده يعني انا دلوقتي اتدمع المريض ده، المريض اللي هو عنده روماتويد ارثرايتس او عنده روماتويد فاكتور، لما الاي جي جي الخلايا تشوف الاي جي جي هتقوم البي لينفوسايت زي اللي في الصورة كده، البي لينفوسايت لما تشوف الاي جي جي في الدم هتتحول لبلازما سيل وتكون لي انتي اي جي جي اللي هو الروماتويد فاكتور، تمام؟ وده اللي احنا بنحاول نكشف عليه في الدم ونشوف، ولو احنا لقيناه موجود يبقى ده معناه ان المريض ده عنده روماتويد ارثرايتس وهي اللي عامله لنا الفيفر، تمام؟ وبعدين بنشوف البون مارو اكزامينيشن، بنشوف الايكوكارديوجراف، بنشوف السي تي، الام ار اي، وبناخد بايبسي مثلا لو احنا من الليفر او اي مكان تاني احنا شاكين ان في انفكشن او حاجه. بعدين دلوقتي تبع الانفستيجيشن برضو ثرابيوتيك تيست، ده مثلا لو احنا شاكين في سبب معين هنحاول هندي مثلا الدواء التريتمنت بتاعه ونشوف ده هيأثر ازاي على الفيفر. بس طبعا الموضوع ده احنا المفروض ان احنا نتجنبه عشان ده هيخفي الاعراض بتاعت الفيفر وهيخليه الدياجنوزيس يتأخر، لو كان طبعا السبب اللي احنا مش شاكين فيه ده غلط وفي سبب تاني، تمام؟ تبع الانفستيجيشن برضو البرولونجد فولو اب، يبقى انا لازم طبعا اتابع المريض واعمل له اكزامينيشن كل فتره عشان اوصل لدياجنوزيس معين. تالت حاجه معانا هي سادس حاجه معانا الاكسبلوراتوري لابوراتومي، يعني انا دلوقتي لو انا محتاجه افتح بطن المريض واشوف، لو اشوف الاعضاء بنفسي، اشوف مثلا يعني كل اورجان سليم ولا لا، ساعات بحتاجها. دلوقتي الاخر حاجه معانا في المحاضره وهي تريتمنت اوف فيفر في انون اورجن. اول حاجه لازم اسيطر على الفيفر، فاول حاجه انا هعملها ان انا لازم طبعا اقلل الفيفر باستخدام الميه او الايزوبروبرانولول، ده كحول، وطبعا بس طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدمه في الفيفر خالص لانه ممكن يعمل تسمم الجلد، يمتصه حد يشمه، ما ينفعش. وممكن اصلا ان هو يعمل نتيجه عكسيه بانه يزود درجه الحراره، فده يعني ما ينفعش ان احنا نستخدمه. هو احنا ممكن نقلل درجه الحراره باستخدام الميه وخلاص. تاني حاجه الكولينج بلانكت اللي هي الكمادات، وبعدين لو درجه الحراره عاليه جدا ممكن ان انا اغمره في ميه، يعني ممكن مثلا ياخد دش بارد عشان درجه الحراره تقل. وبعدين لما انا اقلل درجه الحراره استخدم الانتي بايوتيك زي الاسبرين والاسيتامينوفين، لان لو درجه الحراره عاليه جامد 40 مثلا الانتي بايوتيك دي مش هتعرف تشتغل، هي يعني بتشتغل لما درجه الحراره تقل شويه، تمام؟ بعد ما اكون انا سيطرت على الفيفر قللتها احاول اعالج السبب اللي هو عامل لي الفيفر ده. فانا امتى بدي العلاج؟ في حالتين، لو انا مشتبهه في حاجه في سبب او انا وصلت فعلا لدياجنوزس. بس انا لو انا مشتبهه في سبب معين واستخدمت الانتيبيوتيك والاستيرويد دي هتخلي هتخفي الاعراض وهتاخر وهتخليني اتاخر عبال ما اوصل لدياجنوزس، فده يعني المفروض ان احنا نقلل منه. بس في حالات معينه لو احنا شكينا فيهم لازم نبدا ندي العلاج على طول، لان لو احنا استنينا المريض ممكن يروح مننا. ايه هي الامراض دي؟ زي الانفكتيف اندوكارديتس والميلياري تي بي والتي بي اوف سنترال نيرفس سيستم والجاينت سيل ارترايتس. الجاينت سيل ارترايتس دي هي التيمبرال ارترايتس اللي هي الانفلاميشن في اللارج بلاد فيسل، وبتبقى غالبا موجوده في التيمبرال ارترس، تمام؟ يبقى انا في الحالات دي لو انا شكيت في وجود مرض من الامراض دي لازم ابدا العلاج على طول، ما ينفعش ان انا استنى. يعني شكرا ليكم، المحاضرة الحمد لله خلصت، يا رب نكون قدرنا ان احنا نساعدكم بجزء لو بسيط. شكرا.